دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غيائب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا